About to sign two executive orders, and basically the best way to describe them, to undo the damage Trump has done. There's nothing new that we're doing here other than restoring the Affordable Care Act and restoring the Medicaid to the way it was before Trump became president, which by fiat he changed, made more inaccessible, more expensive, and more difficult for people to qualify for either of those two items, the Affordable Care Act or Medicaid. السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف نخصصها للحديث على آخر مستجدات الحزمة المالية الثالثة والشيك التحفيزي الثالث، وسوف نركز كذلك على بعض القرارات التنفيذية التي أعلن عليها الرئيس جو بايدن مؤخرا، وأهمها بالذكر موضوع التأمين الصحي أو ما يسمى بالأوباما كير. كذلك سوف نختم هذا الفيديو بالحديث على بعض الولايات أو المقاطعات هنا في أمريكا التي بدأت في إصدار برامج من أجل دعم أولئك أو المواطنين الذين هم متأخرون في دفع الإيجار. فإذا فقدت عملك أو ليس لك دخل الآن وهناك إيجار متراكم عليك، فتابع هذا الفيديو لأنه معكم للأسف سوف أركز فقط على بعض الولايات وبعض المقاطعات، وسوف أوضح لكم كيفية معرفة هل الولاية التي تقطن فيها برنامج يساعدك أو يساعد المواطنين على دفع الإيجار أو دفع الرهن العقاري بالنسبة أولئك الذين لديهم منازل، فتابعوا هذه الحلقة إلى غاية نهايتها. بالنسبة للحزمة المالية، كما تعلمون المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين ما زالت مستمرة، لكن لحد الآن هناك تباطؤ من طرف الجمهوريين وعدم رضا بخصوص قيمة الحزمة المالية، مع العلم أن جو بايدن وجانيت يلين وهي وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة أعلن أنهم يريدان أن يكون هناك حزمة مالية بقيمة كبيرة، ولا يريدان أن يقوم فقط بتمرير الشيك التحفيزي ودعم اللقاح، بل يريدان تمرير العديد من القرارات، وهذا الأمر يرفضه الجمهوريون. الجمهوريون يريدون فقط المفاوضات بخصوص الشيك التحفيزي وبخصوص دعم اللقاح. الديمقراطيون يريدون تمرير الحزمة يعني دفعة واحدة. كذلك أن بايدن كان يخطط للسفر عبر العديد من الولايات الأمريكية من أجل حشد دعم المواطنين للضغط على المستشارين والنواب في ولاياتهم ومدنهم من أجل أن يكون هناك إصدار وقبول لمقترح الديمقراطيين، والذي يقدر كما قلت تقريبا 2 تريليون دولار، بالضبط 1.9 تريليون دولار. لكن بايدن لم يتمكن بالسفر بسبب يعني هذه السلالات الجديدة التي بدأت تنتشر هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن نعلم أنه بالنسبة للشيك التحفيزي لحد الآن ما يطالب به جو بايدن هو أن يكون هناك شيك تحفيزي بقيمة 1400 دولار لكل شخص، حتى الأطفال يجب أن يتوصلون ب 1400 دولار، والأدلت البالغين الديبندنت يجب كذلك أن يتوصلوا ب 1400 دولار. لكن في المقابل هناك ديمقراطيون، وأقول بالضبط هناك 50 نائب ديمقراطي يطالبون جو بايدن بأن يقوم بتمرير شيك تحفيزي قيمته 2000 دولار. حينما أقول شيك تحفيزي بقيمة 2000 دولار أعني به بشكل شهري، وهذا ما يطالب به كما قلت 50 عضوا في مجلس النواب الأمريكي، وأغلبيتهم من الديمقراطيين، وعلى رأسهم إيلان عمر، على رأسهم روهان خانة من على ولاية كاليفورنيا وغيرهم من الديمقراطيين. فهؤلاء يطالبون جو بايدن أن يكون شيك، هناك شيك بقيمة 2000 دولار بشكل شهري على طول يعني وباء كورونا. ما دام كورونا يجب على العائلات الأمريكية أن تتوصل بالشيك. وهناك رسالة أرسلتها إلهان عمر وهي نائبة برلمانية عن ولاية مينيسوتا إلى جو بايدن، تقول فيها أن الشيك ثالث آخر لا يكفي في هذه الأزمة الصحية والاقتصادية، وتقصد شيك 1400 دولار، لأن هناك العديد من العائلات التي ليست باستطاعتها الانتظار لمدة 8 أشهر ما بين الدفعات، لأنه كما تعلمون
في الدفعة الأولى أو الشيك التحفيزي الأول الذي أصدر في مارس الماضي سنة 2020. انتظرنا تقريبا 8 أشهر أو 9 أشهر إلى دجنبر من أجل أن يتم تمرير شيك قيمته 600 دولار. فإلهان عمر تطالب جو بايدن أنه أو توضح لجو بايدن أنه هناك أمور لا يمكن انتظار المفاوضات والانتظار 8 أشهر أو غيرها من الأمور، لذلك يجب أن يكون هناك شيك أكبر، وتريد أن يكون شيك بشكل يعني شهري. وقالت أن العائلات الأمريكية لا يمكن أن تبقى يعني تحت رحمة صراع المشرعين، وتقصد به يعني الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين. ويقال أن ثلث البالغين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيعون دفع فواتيرهم، وأغلبيتهم يشغلون في وظائف تأثرت بالوباء، خصوصا البقالة والمطعم والفندق، لأنه كما تعلمون هناك بعض القطاعات التي ربما سوف تأخذ وقت حتى بعد القضاء على كورونا من أجل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. بالنسبة للنقطة الأخرى التي أريد توضيحها وهي نقطة الشيك التحفيزي الذي قيمته 600 دولار، كما تعلمون أنه كان آخر أجل سوف تقوم فيه إدارة الضرائب بإرسال الشيكات التحفيزية التي قيمتها 600 دولار للناس هو الخامس عشر من يناير. فهناك فيديوهات وضعتها بخصوص الناس الذين لم يتوصلوا بالشيك، وأخبرتهم كيف يمكنهم الدخول على موقع إدارة الضرائب والبحث على يعني أداة Get My Payment لمعرفة يعني مسار الشيك. فهناك بعض الإخوان الذين هم متابعين أوفياء للقناة تواصلوا معي أمس وأخبروني بأنهم توصلوا بالشيك. لاحظوا في أواخر شهر يناير هناك أناس توصلوا بالشيك. إدارة الضرائب تقول أنه من لم يتوصل بالشيك فسوف يتوصل ببطاقة، بطاقة البنكية، سوف تتوصلون بالبطاقة البنكية. فحاولوا كل يوم يعني البحث في صندوق الرسائل، ربما سوف تتوصلون بقيمة الشيك الذي قيمته 600 دولار على شكل بطاقة، عوض مثلا أن تتوصلوا بالشيك. هذا بالنسبة للإخوان أو الأخوات الذين لحد الآن لم يتوصلوا بالشيك. إذا لم تتوصل بالشيك إلى غاية فبراير فما عليك إلا أن تقوم بالتصريح الضريبي لسنة 2020 والذي يبدأ في الثاني عشر من فبراير، وآنذاك يمكنك المطالبة بكل الأمور التي يعني مستحقة. ننتقل إلى الأخبار السياسية. كما قلت في بداية هذه الحلقة وقع جو بايدن بعض القرارات التنفيذية، وسوف أركز على أهم القرارات وهي ما يسمى بالأوباما كير أو التأمين الصحي، حيث أنه قال أنه فقط يريد من خلال هذا القرار التنفيذي إرجاع قانون التأمين الصحي الذي كان في عهد أوباما، ويريد كذلك تعديل بعض الأمور التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالنسبة للأمور التي صرح بها جو بايدن، وأريد منكم التركيز على هذه الأمور، كما تعلمون هناك العديد من الناس الذين فقدوا تأمينهم الصحي، وهناك العديد من الناس الذين لم يتمكنوا من التقديم على التأمين الصحي إبان فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه كان يعتبر من يعني الببليك تشارج. كان هناك العديد من العائلات، هناك العديد من الناس يخافون من التقديم على التأمين الصحي عن طريق الدولة، لأنهم يتخوفون من أن يقعوا في ما يسمى بالببليك تشارج. فعلى كل حال جو بايدن من الأمور التي اتخذها في هذا القرار التنفيذي وهو أنه سوف يتم فتح التسجيل في برنامج التأمين الصحي. برنامج التأمين الصحي هو موقع يسمى بالهيلث ماركت. الهيلث ماركت يمكنكم الدخول على هذا الموقع، هذا حسب تصريح الرئيس جو بايدن، ابتداء من 15 من فبراير إلى غاية 15 من ماي، تقريبا 3 أشهر يمكنكم الدخول على هذا الموقع. وضعوا يعني اختيار الولاية التي تقطن فيها وملئوا البيانات المطلوبة، وآنذاك سوف تحصلون على تأمين صحي، مع العلم أنه عليكم دفع يعني قيمة مالية شهرية أو ما يسمى بالبريميوم.
وهي قيمة شهرية مثلا 50 دولار 100 دولار 20 دولار. هذا الأمر يعتمد على الدخل. تذكروا أن هذه الأمور كانت في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وشرحتها في العديد من الفيديوهات حينما بدأت وضع الفيديوهات في هذه القناة، وقلتها صراحة أنه شخصيا كان لدي تأمين صحي من طرف الدولة، وكنت أدفع في التأمين الخاص بي وزوجتي 40 دولارا للشهر. هذا هو ما يسمى بالأوباما كير. لكن بعد قدوم ترامب الأمور تغيرت صراحة، والآن لدي، أتحدث شخصيا، لدي تأمين صحي عن طريق العمل والذي يكلفني 350 دولار للشهر. هناك أناس آخرين بالطبع لا يمكنهم يعني مثلا دفعوا مثل هذا الأمور. هناك أناس أعلموا أن دخلهم ضعيف وطلب منهم في بعض شركات التأمين أنهم عليهم دفع مثلا 400 دولار فقط للزوج والزوجة، وهؤلاء هم أسرة يعني عندهم أطفال قدموا سنة 2020 أو قدموا أواخر سنة 2019. وكنا نعلم أن الفترة التي حكم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت فترة جد جد صعبة، ومن بين الأمور التي كان يطالب بها هي أنه كان يطالب أن المهاجرين القادمين للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون لديهم أموال لكي يعني يقوموا بالحصول على تأمين صحي، أو أن أحد هنا في الولايات المتحدة الأمريكية يمكنه أن يعمل لهم تأمين صحي أو غيرها من الأمور، السبب الذي دفع العديد من المهاجرين إلى عدم تقديم على القدوم للولايات المتحدة الأمريكية، أو أنه ربما تأشيرته رفضت. فالآن مع جو بايدن قال أنه سوف يترك الأمر كما هو عليه إبان حقبة باراك أوباما، أوكي، وسوف يفتح التسجيل، وهذه نداء إلى جميع من يحتاج إلى تأمين صحي. سوف يكون هناك موقع رسمي، وسوف أضع لكم فيديوهات لاحقة آنذاك، ربما سوف أشرح لكم طريقة يعني التقديم. سوف يتم فتح الموقع بداية 15 فبراير إلى غاية 15 من مايو، يعني 3 أشهر يمكنكم الدخول، إدخال معلوماتكم الشخصية، الدخل وغيره من الأمور، وآنذاك إن شاء الله سوف تحصلون على تأمين صحي. بالنسبة للأمور الأخرى التي صدق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه في حالة أن الوالدين كان لديهم تأمين صحي وكان لديهم أطفال هم كذلك مشمولون بذلك التأمين الصحي. يعني مثلا عندي تأمين صحي من العمل، شخصيا عندي تأمين صحي من العمل ويكلف أكثر كما قلت، فإذا كنت أريد تأمين طفلي فهذا الأمر من حقي إلى غاية أن يصل الطفل إلى 26 من عمره، 26 من عمره. من قبل هذا العمر يعني لم تكن كذلك. في حقبة دونالد ترامب، كان إذا أردت أن تحصل على تأمين يجب أن يكون لديك شغل، بمعنى أنه الناس الذين هم عاطلين عن العمل مثل في حقبة دونالد ترامب لن يتمكن من التأمين الصحي. هناك العديد من الناس الذين مثلا أصيبوا بنزلات برد أو مرض أو غيرها من الأمور، وتخوفوا من الذهاب للمستشفيات، وتخوفوا من التقديم على الأمور الحكومية أو يعني الامتيازات الحكومية، مخافة من الترحيل، سحب الجنسية، أو يعني سحب البطاقة الخضراء. الآن نحن في حقبة جديدة، نتمنى أن موضوع التأمين الصحي يتحسن في ظرفية جو بايدن. وأقولها صراحة، الأمور في حكم باراك أوباما لحد الآن سوف تكون شبيهة بالأمور في عهد جو بايدن. فهذا ما يخص التأمين الصحي. لاحقا إن شاء الله سوف أتعمق أكثر إذا سمحت الظروف بالحديث على برنامج أو القرار التنفيذي الذي أصدره جو بايدن بخصوص التأمين الصحي. الآن أنتقل إلى آخر موضوع ويتعلق بالولايات التي تقدم برامج أو يعني مقاطعات التي تقدم برامج من أجل مساعدة الناس في دفع الإيجار. سوف أبدأ وسوف يظهر لكم على الشاشة مثلا بدنفر. دنفر في ولاية كولورادو، هذه المدينة خصصت تقريبا 22 مليون دولار كمساعدة لمساعدة الناس في دفع الإيجار المترتب عليهم. أوكي،
90% من ذلك المقدار المالي الذي هو 22 مليون دولار سوف يذهب إلى دفع الإيجار للإنديفيدول الناس العزاب والعائلات. بالنسبة للعزاب يجب أن يكون دخله أقل من 54 ألف دولار و950، وهذا شكل جيد. فإذا كنت تقطن في ولاية كولورادو خصوصا في دينفر فهذا الأمر يجب أخذه بعين الاعتبار. بالنسبة للعائلات التي تتكون من 4 أشخاص الدخل لا يجب أن يفوق 78 ألف دولار و500. ولنكون صراحة، هناك الأغلب الساحق من المهاجرين الجدد الذي دخلهم ربما هو نصف هذا الأمر الذي نتحدث عليه. وتذكروا أنه ما أقوله في هذا الفيديو هو أنه هناك ولايات أو مدن داخل الولاية ربما يكون الأمر في دينفر ولا يكون في مثلا بولدر في مدينة أخرى في كولورادو وغيرها من الأمور. فالأمور تختلف داخل الولاية وربما داخل المدينة. هناك دوغلاس كاوني في ولاية في مدينة أوماها بولاية نبراسكا كذلك سوف تخصص الملايين من الدولارات لدفع الإيجار المترتب على الناس. هناك بعض المدن التي سوف تظهر لكم في أوهايو، هناك نيو هامشير، ولاية نيو هامشير التي خصصت 200 مليون دولار وغيرها من الأمور. والنقطة الأخرى وهي خاصة بولاية كاليفورنيا، فحاكم الولاية نيوسون قام بالإمضاء على قانون 80% من هذا المال أو هذا المساعدة المالية سوف تخصص لدفع الإيجار للناس الذين هم متأخرون في الإيجار ما بين أبريل 2020 ومارس 2021. و20% يطالب حاكم ولاية كاليفورنيا أن يتم العفو عليها، يعني يتسامح فيها أصحاب المنازل، بمعنى أن الدولة أو الحكومة الفيدرالية في كاليفورنيا تدفع 80% من قيمة يعني الإيجار المتراكم على الناس، و20% يسمح فيها اللاندلورد صاحب المنزل أو صاحب الشقة أو غيرها من الأمور. فهذه الأمور كلها سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو. كما قلت لاحقا ربما سوف أضع فيديو بخصوص كيفية معرفة هذا الأمر، لكن في النهاية سوف أوضح لكم الطريقة السهلة. عليكم الذهاب إلى جوجل وكتابة المدينة أو الولاية. مثلا تقطن في فيرجينيا تكتب فيرجينيا رينتل أسيستنت، تقطن في فلوريدا تكتب فلوريدا رينتل أسيستنت، تقطن داخل فيرجينيا في ولاية في مدينة ألكسندريا على ولاية إسكندرية تكتب ألكسندريا رينتل أسيستنت، أوماها رينتل أسيستنت، سان دييغو رينتل أسيستنت، أو كاليفورنيا رينتل أسيستنت. يجب أن تحدد إما الولاية أو تحدد المدينة آنذاك. سوف يظهر لكم البرامج التي يعني أعلنت عليها مثلا ولايتك أو مدينتك أو مقاطعتك. هذا من الأمور الأخرى مثلا التي يمكن البحث فيها، المقاطعة التي تقطن فيها داخل المدينة. مثلا أنت تقطن في أورلاندو هنا في فلوريدا، فهناك المقاطعة التي أقطن فيها هي أورانج كاوني أو أسيولا كاوني التابعة لمدينة كيسيمي وغيرها من الأمور. فيجب التركيز كذلك على المقاطعة. هناك بعض الأمور التي وجدتها من خلال بحثي في هذا الأمر، أن هناك مدن لديها برامج يمكنك الضغط على الرابط ويطلب منك في نفس الوقت إدخال المعلومات والتقديم. هناك مدن أو ولايات لديها برنامج لكن هناك ضغط، وهذا الضغط يؤدي إلى انهيار الموقع كما وقع في فلوريدا العديد من المرات. وأعتذر وأقول بصراحة، في فلوريدا العديد من المواقع الرسمية يعني يتم أو تصيب بالعطل بسرعة مع كامل الأسف. لذلك بالنسبة للإخوان الذين هم يعني متأخرون في دفع الإيجار عليهم البحث بهذه الطريقة. تذهب إلى جوجل تكتب إما المدينة أو الولاية أو المقاطعة التي تقطن فيها، مثلا أورانج كاوني أورلاندو فلوريدا، أو تكتب
مدينة أو تكتب الولاية وتكتب كلمة Rental Assistant وسيظهر لكم هذه الأمور في على الشاشة أو سوف تجدون يعني روضة بعض الولايات أو المدن التي تحدثت عليها أسفل هذا الفيديو إذا كنت تقطن فيها. النقطة التي أريد أن أختم بها وهو إذا كنت أخي أختي تشاهدين هذا الفيديو وكنت تقطن في ولاية وكان فيها هناك برنامج فرجاء كتابة التعليق أسفل هذا الفيديو مثلا تكتب فيرجينيا فتحت يعني باب التقديم على هذه البرامج أو كاليفورنيا أو نيويورك أو غيرها من الولايات أو المدن حتى تعم الفائدة ونساعد بعضنا البعض لأنه هناك أناس كان الله في عونهم يعني متأخرون في الإيجار لمدة أشهر ومازالوا بدون عمل فالكل نريد يعني أن نضع يدا في يد ونساعد الناس في هذه الظرفية وشكرا لكم مسبقا وشكرا لكم على دعمكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.